توقعت دراسة ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات المرتبطة بموجات الحر في بعض المناطق بحلول عام 2080 إذا لم توضع سياسات تتعلق بالمناخ والصحة للحد من ذلك. ووجدت الدراسة أن الوفيات المرتبطة بموجات الحر قد ترتفع بشدة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تليها مباشرة أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة. فمنذ مئات السنين لم تتخطى درجات الحرارة في وسط وشرق أوروبا 40 درجة مئوية بل حتى 30 درجة، وهي الموجة التي شكلت صدمة معنوية لمواطني المنطقة الذين ألفوا الطقس المعتدل في مثل هذه الفترة من السنة وتساقط الأمطار الوفير، كما أن هذه الصدمة ارتبطت بإتلاف العديد من المحاصيل الزراعية وتعثر السياحة واتساع مجال حرائق الغابات وشح المياه. وتجاوزت الحرارة 40 درجة مئوية في بعض من المناطق، ما أدى إلى تفاقم الجفاف الذي تشهده تلك المناطق، وشكل تتمة لموجة الحر التي بدأت في يوليو وتسببت في عدد من حرائق الغابات أسفر أحدهما عن سقوط 60 قتيلا في البرتغال. وأكد باحثون أوروبيون في دراسة أن في حال عدم احتواء الاحترار المناخي بشكل عاجل فقد يتعرض نحو 350 مليون أوروبي سنويا إلى ظواهر مناخية قصوى وخطرة بحلول نهاية القرن الحالي. وتشير نتائج الدراسة المنشورة في مجلة بوليس ماديسون إلى ضرورة تطبيق سياسات أكثر صرامة لتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لأن تقليل الانبعاثات يحد من الوفيات المرتبطة بموجات الحر. وتتزايد آثار تلوث المياه في الدول النامية التي تستخدم 25% من المبيدات المستهلكة عالميا مع حدوث وفيات فيها بأثر تلك المبيدات تصل إلى 99 من ذلك النوع من الوفيات عالميا. ووضعت الدراسة تصورات مختلفة لمستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولخطط استعداد والتكيف وكذلك كثافة السكان لتقدير عدد الوفيات المرتبطة بموجات الحر في 412 تجمعا سكنيا في 20 دولة في الفترة بين عامي 2031 و2080. ووجدت النتائج أنه مقارنة بالفترة من عام 1971 إلى عام 2020 وفي ظل التصور الأكثر تطرفا، فإن عدد الوفيات الناجمة عن موجات الحر في الفلبين سيزيد 12 مرة خلال الفترة من 2031 إلى 2080. وفي ظل التصور ذاته فإن عدد الوفيات قد يزداد 5 مرات في أستراليا والولايات المتحدة و4 مرات في بريطانيا خلال نفس الفترة. وأشار الباحثون إلى أن الدراسة يشوبها قدر من القصور، إذ إنها لا تضع إلا افتراضات بسيطة نسبيا لكيفية تعديل الدول لسياسات المناخ.